الو مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. طبعا كلنا عرفنا ان النهارده عيد الرسل وانه عيد استشهاد القديس بطرس، اللي هو لقبه ايه؟ لقب بطرس ايه؟ الصخره. صخره يعني بطرس هو اساس الكنيسه، وبولس اكتر حاجه عملها بولس ايه؟ اهم حاجه بشر. اكتر بالظبط اكتر حد كتب في كتاب في العهد الجديد، ويعني في الكتاب المقدس عامه، وكمان رسالته وصلت للعالم كله. فالاثنين دول اساس كنيستنا واساس الخدمه. وعشان كده احنا النهارده في اجتماعنا محضرين لكم موضوع حلو جدا 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 عن حياه الشركه وفي الكنيسه الاولى. فالنهارده المتكلم هيكون معانا مين النهارده؟ يا جماعه سوري، في لخبطه في الموضوع. النهارده موضوع عن ثمار الروح القدس، المحبه والاحتمال وطول الاناء. لا يا سندي، احنا كنا متفقين على حياه الشركه في الكنيسه الاولى، وهنجيب سيره بولس وبطرس. في ايه؟ ازاي كده؟ طب ما تعرضوا كده على جنب. لا ثواني، مش انت اللي عامله البرومو وبعتها للناس وبتقولي عندنا متكلمين ضيوف خاصه؟ يعني انت اللي جايبه المتكلم وانا عليا الموضوع؟ احنا اتفقنا على ان انت اللي هتحجزي المتكلم. هو ده بجد؟ غالبا بجد. انا اسفه جدا يا جماعه بجد، يعني معلش يعني عماد طيب ما اعرفش حد ايه بصراحه. طيب انا هستاذنكم، احنا هنشغل ترنيمه مع بعض، وهنقول ترنيمه مع بعض كده، ولغايه ما انا وانجي وساندي كده نقعد ونشوف هنمشي اليوم ازاي. انا معايا الترنيمه ومعايا الكلام. ترنيمة هتشتغل دلوقتي، وابقوا معنا. انت شغلت الترنيمة يا مايكل؟ ايوه يا بنتي طبعا، يعني مفيش ثقة فيا خالص. مهم بس فهميني حصل ايه بالراحة. ساندي يا سيدي كالعادة زي كل مرة ما بتسمعش كلام اي حد وبتنفذ بس اللي في دماغها. انا برضو يا انجي اللي دماغي ناشفه، انا مش مصدقاكي. انت ساعه ما بقيتي ليدر للخط الروحي ومحدش عارف يتعامل معاكي، وبتريصي علينا ومصعبه الدنيا علينا. انا بجد مش هينفعش تكمل في الخدمه بالطريقه دي. ولا انا الصراحه، ما هو ده برضو كده كتير. لازم يكون في احترام للاقدميه في الخدمه. طالما انا ليدر الخط الروحي يبقى انت مسؤوليتك انك تسمعي الكلام وتنفذي اللي بنتفق عليه. لازم تتعلمي شويه شويه تواضع وخضوع يا ساندي في الخدمه دي، كده مش طريقه فعلا. مايكل انت متاكد ان محدش سامعنا صح؟ يا بنتي طبعا، قد كده مفيش ثقه فيا خالص. ما انت عمرك طلبتي مني حاجه الا وخلصتها بالشياكه. بجد يا مايكل كده زياده قوي. يعني ايه يعني اللخبطه والكلام اللي احنا بنعمله ده قدام الناس؟ يعني احنا المفروض خدام، يعني في محبه، في اسلوب، في تفاهم، لكن مش كده. يعني ده النهارده حتى عيد الرسل، اقل حاجه يعني نتمثل بالرسل، لكن كده كتير قوي. انا بجد فعلا حزينه. اسم الله عليك يا حزينه. استني بس تلاقوش، خلاص انا هتصرف. احنا هنطلع دلوقتي بره ونقعد كده نسال بعض شويه اسئله واجوبه، وهتتليس ان شاء الله. بس زقوا معايا اليوم، الله يبارككم. بجد ربنا يسامحكم يا جماعه، مش كده. وصلتوا لفين؟ مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله احنا محضرين جروب ديسكشن حلو جدا، ومخططين له بقالنا فتره طويله، وجايبين خدام مفاجاه. فهنبتدي كده بان احنا نسال بعض شويه اسئله وشويه اجوبه. فلو في حد من الخدام يحب يبتدي معانا الاسئله، اي سؤال تحبوا. انا ينفع اسال؟ اتفضلي انجي. ممكن تقولي ازاي اتصرف مع حد، يعني بدون ذكر اسماء طبعا، ماشي، تكون انت اللي جايبه الخدمه وانت اللي بتعلمه كل حاجه، ويعني متصدر له في كل حاجه وبتدافع عنه لدرجه ان الناس بتلومك على اختيارك ليه في الخدمه، ورغم كل ده ما بيفوتش فرصه يا مايكل.
إلا لما يحتد عليك ويكسفك ويحرجك قدام الناس. حقيقة يا مايكل أنا بقيت ساعات بحس لما بشوفهم في الكنيسة إن أنا بفقد سلامي. صدقيني. أعمل إيه في حالة زي دي؟ صدقيني يا إنجي أنا متفهم جدا المشاعر اللي أنت حاسة بيها. أنا اسمي برنابا الرسول واخدت نعمة تدريب 2 من أهم كتاب العهد الجديد مرقس وبولس الرسول. وصدقيني حكايتك دي بتفكرني بحكايتي زمان مع شاول اللي هو بولس الرسول. طبعا زمان جات لي رسالة من حنانيا في دمشق قال لي على التحول الكبير اللي حصل لبولس وازاي ان هو بيكرز دلوقتي بكل قوة وحماس باسم المسيح. وصراحة الموضوع ده ما كانش سهل ان الاخوة يصدقوه، وده يرجع للتاريخ الكبير اللي كان لشاول في قتل اخواتنا واصحابنا في اورشليم. وساعتها حصل حاجة مش ممكن تتخيليها، انا اتصدرت وضمنت راجل كان بيقتل اخواتنا في اورشليم وخليته معانا في الخدمة. مش بس كده، اقنعت كل الاخوة ان يقبلوه معانا في الخدمة الجديدة. برنابا اهو انت اكتر واحد عارف يعني ايه حاجة متعبة جدا انك تجيب خادم جديد للخدمة في وقت انت بتبدأ فيه خدمة جديدة. مش اي خادم، بولس كان حاد الطباعة وشخصيته قوية، وصراحة كان ليه تأثير كبير جدا على أصحاب العقول المتحجرة والقلوب الجامدة، وده يرجع طبعا لبلاغته وذكائه والروح القدس اللي كان مليه. وعشان كده كان في ناس كتيرة قوي ما كانش بتحبه وهددوه بالقتل أكتر من مرة. عشان كده اضطرينا ان احنا نهربه من أورشليم لطرسوس، وقعد هناك لحد ما استدعناه تاني ان يخدم معانا في كنيستنا في أنطاكيا. تخيلي بقى بنأسس كنيسة جديدة وخدمة جديدة في بلد غريبة، متحصرين ما بين تهمة الهرطقة من اليهود ومن الشغب السياسي والوثنيين، وسط كل ده مطلوب مني ان انا ادرب خادم جديد حد الطباعة وتاريخه اقل حاجة يتقال عليها ان هو تاريخ مش مشرف في قتل اخواتنا. عرفت ليه بقى بقولك ان انا فاهم مشاعرك ومقدر موقفك؟ بصراحة انا ما كنتش متخيلة الموقف بالصعوبة اللي انت شرحتها دلوقتي دي، بس اسمح لي يعني اني اختلف معاك. انا شايفة الموقفين غير بعض خالص، يعني اصل انتوا حاجة تانية غيرنا. انتوا مقدسين منقادين بالروح القدس، والروح القدس بيرشدكم وبيعزيكم وبيقودكم، واكيد المحبة غالبة على كل تصرفاتكم وتعاملاتكم مع بعض. يعني انا احنا كلنا اتعلمنا المحبة ومعناها من رسائل بولس الرسول، صح؟ لما بيقول المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحتد، المحبة لا تقبح. اوكي، يعني مش ممكن يكون بولس الرسول بفهمه ووصفه العميق والدقيق للمحبة بالشكل ده يكون بيتخطى حدود تعاملات المحبة ويكون مش بيحترم ومش بيتواضع. لا 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 اسمح لي، انا شايف الموقفين غير بعض خالص. لا 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 طيب انا هخلي اخويا بولس هو اللي يرد عليك في النقطة دي. العفو يا برنابا يا اخويا، العفو يا حبيبي. بس قبل ما ابتدي انا عندي ملحوظتين على سؤالك يا انجي. اول ملحوظه ان الروح القدس اللي كان بيعمل في الكنيسه الاولى من بدايتها هو نفس الروح القدس اللي بيعمل فيكم. انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. تاني حاجه، المشاكل اللي انتم بتواجهوها في الكنيسه النهارده ممكن تكون بتختلف في شكلها وفي طريقتها وفي طباعها عن المشاكل اللي كانت موجودة زمان، بس خلي بالك في العالم سيكون لكم ضيق، حقيقة واضحة ومعلنة وكلنا عارفينها. لكن ما ينفعش ننسى الوعد اللي بيقول ثقوا أنا قد غلبت العالم. وعلى فكرة مش دايما المشاكل بتكون خارجية، في كمان مشاكل داخلية.
افتكر لما كتبت عن مشاكل الكنيسه قلت من الخارج خصومات ومن الداخل مخاوف. الوعد يا انجي مش ان المشاكل هتختفي، لكن الوعد ان الروح القدس اللي ساكن فينا هيعلمنا ويرشدنا ازاي نتعامل مع المشاكل. ايوه، بس انا فاكره كويس قوي ان كان في خلاف كبير قوي بينك انت يا بولس وبرنابا. انا بس عايز اقول حاجه، شايفه المتكلمين؟ شايفه الشغل؟ انا مش مصدقه نفسي. انا انتوا تقعدوا شهرين بولس وبرنابا بنفسهم معانا في الكنيسه ده. ايه ده يا مايكل؟ شهرين علشان تجيبوا متكلم، انما مجهود ده ولا تشنجات؟ احنا بصراحه يعني يا بختنا يعني ان احنا معانا برنابا ومعانا بولس في يوم عيد الرسل. صراحه يا بختك انت يا مايكل بالنضاره اللي انت لابسها، صدقني كانش عندنا على ايامنا نظارات زمان، وانا كان نظري ابتدى يضعف من وانا في الاربعينات من عمري. كنت ساعتها بحتاج ناس تكتب لي واحتاج ناس تقرا لي، ولما كنت اضطر اني اكتب كنت بكتب بحروف كبيره علشان اشوف. بس كويس اني حفظت اجزاء كبيره من العهد القديم وانا صغير، فما كنتش محتاج اني املك نسخ خاصه بي. اقول لكم على حاجه يمكن برنابا عارفها عني. قبل ما اعرف المسيح كان طبعي الحاد هو اللي كان ورا التهادي للمسيحيين. تقدروا تقولوا كده كانوا هدف مثالي بالنسبه لي. بيخالفوا قوانين موسى، بيجدفوا على ربنا، كان عندي مبرر تام لغضبي عليه. وعلى فكرة بعد ما قبلت المسيح ونوره نور حياتي، فضل برضو طبعي الحاد يغلبوا أحيانا الحدة والانفعال. يا إنجي إحنا كلنا بشر ولينا ضعفاتنا، طباعنا ليها تأثير كبير على تصرفاتنا وقراراتنا. اوعي تفتكر ان التجارب والمشاكل اللي انتوا بتواجهوها دلوقتي دي مختلفة عن المشاكل اللي كانت بتواجه الكنيسة الاولى، ولا احنا كبشر ورسل ايام الكنيسة الاولى كانت طباعنا غير مفعمة بالاحاسيس والانفعالات البشرية. مش قادرة استوعب، يعني انتوا كنتوا بتتخانقوا مع بعض زينا كده ما انا وساندي اتخانقنا؟ استحالة، ده انتوا ممتلئين من روح القدس. طب معلش انا اسف، علشان بس احنا ده جروب ديسكشن وحابين بس الكل يتشارك معانا، فانا عايز اشوف مين موافق مع انجي يرفع ايده في ان ما كانوش بيتخانق الرسل كانوا بيتخانقوا ولا لا. هي انجي قالت ما كانوش بيتخانقوا، مين اللي بيقول ان الرسل ما كانوش بيتخانقوا؟ طب نبتدي، مين اللي بيقول ان كان في رسل؟ حاسس بس الصمت عالي قوي. طيب في رسل، حلو اهو. طيب مين بيقول ان الرسل ما كانوش بيتخانقوا؟ طب مين بيقول الرسل كانوا بيتخانقوا؟ الله يفتح عليكم ده الناس. طيب كانوا بيتخانقوا بشوي مقطع بطاقته داخل علينا. طيب حد يحب يضيف حاجه تاني؟ طب ساندي انت رايك ايه؟ طبعا كلنا عارفين ان بولس وبرنابا اتخانقوا مع بعض، وكانت خناقه كبيره بسبب مرقص الرسول اللي احنا في كنيسته النهارده. ويا بولس اللي برنابا احتضنوا ودخلوا الخدمه واحتملوا اتخانق معاه، ولما اتخانقوا فرقوا بعض، يبقى انا لازم افارق الخدمه دي. بص يا ساندي، الامتلاء من روح القدس عمره ما يعطل حريه الاراده، وطالما احنا في الجسد لازم يبقى لنا اراده. ممكن بقى تتفق ساعات مع إرادة ربنا، ممكن تختلف، بس المهم إنه يبالك يبالك إرادة. وعشان كده كان طبيعي إن يبقى كان في اختلافات ما بين الإخوة زمان، وده ممكن يرجع نتيجة الضغوط الخارجية أو المخاوف الداخلية أو حتى الطرق الكتيرة في الإدارة. عشان كده لا يمكن تلغي الاختلافات، بس الأهم
هي الأسس والمبادئ اللي حطتها الكنيسة الأولى وهي بتتعامل مع الخلافات ديت. أنا الخلاف بينكو على مرقس أنا قريت له تفسير كتير قبل كده، يعني كان في تفسير بيقول إنه بولس كان خايف على مرقس من مرض الملاريا، وكان في تفسير تاني بيقول إنك أنت كنت شايفه لسه صغير على رحلة شاقة زي دي. السبب الحقيقي بقى من حكمة الوحي الإلهي إنه ما دخلش في تفاصيل الخلاف. بس عشان أجاوبك يا إنجي لازم تفهمي حاجة مهمة، إن الخلاف ما كانش خلاف عقائدي، لكن زي ما برنابا كان بيقول كان خلاف في أسلوب الإدارة مثلا. علشان كده قررنا إن إحنا نفصل خدمتنا، والنتيجة كانت إيه؟ هي انتشار اسم المسيح في أماكن كتيرة في العالم، وده ببساطة كان الهدف الأساسي لينا كلنا، الهدف الأساسي ليا أنا كبولس والبرنابا والكل الرسل. بس خلي بالك من حاجة مهمة، سعينا ورا الهدف ده عمره ما كان على حساب المحبة والترابط جوه الجسد الواحد. أيوة، بس ده ما كانش خلاف بسيط، ده حتى لوقا البشير قال عليه: وحدثت بينهم مشاجرة ليست بقليلة حتى فارق أحدهم الآخر، يعني سبتوا بعض. أمال فين بقى المحبة والاحتمال والاحتواء وطول الأناة؟ طالما سيبتوا بعض أنا برضو لازم أسيب الخدمة دي. ما ينفعش يا ساندي، مش كل ما تحصل مشكلة نقول نسيب الخدمة. هفهمك إيه اللي حصل. بعد المشاجرة بيني وبين أخويا برنابا كملت رحلتي التبشيرية التانية ورجعت أورشليم. ساعتها وصلتني رسائل من الإخوة في كورنثوس، وقلبي حقيقة وجع لما عرفت ان بينهم انقسامات جوه الكنيسة. عارفين عملت ايه وقتها؟ بعت لهم رسالة بشجعهم فيها، واستشهدت فيها باخويا برنابا وخدمته النارية، وضحت لهم اني انا وبرنابا لما كنا بنخدمهم كنا بنخدمهم من غير ما ناخد فلوس، من غير ما كنا بنشتغل عشان نكفي مصاريف خدمتنا. عمرنا ما طلبنا حاجة من حد لألا نكون سبب عثرة. يعني بالعقل كده يا ساندي، هكون متخانق ومنفصل عن أخويا برنابا في رحلتي التبشيرية التانية، وبعدها بكم سنة هستشهد بيه وبقوة خدمته؟ طب ما خفتش إن شغلكم ده الناس تفهموا إنه محبة للمال ويكون سبب عثرة ليهم؟ بالإضافة لشهادة أخويا بولس في رسالته عن السبب الأساسي للعمل ساعتها، إن إحنا ما نكونش عصر على حد ولا نثقل على الخدمة، بس لازم نكون عارفة إن إحنا كان كل حياتنا وعملنا في الوقت دوت بتشهد لإسم المسيح. ولو عايزة تعرفي إجابة لسؤالك ممكن تفتكري مثلا إمتى تذكر اسمي أول مرة في الكتاب المقدس. طيب ممكن بعد إذنك يا برنابا عشان بس الناس تتشارك معنا السؤال دوت كده ما بيننا وما بين بعض، حد يفتكر إمتى أول مرة يذكر فيه اسم برنابا في الكتاب المقدس؟ طب عهد قديم ولا جديد؟ طب هديلكم، كان في جب الأسود؟ امتى أول مرة ذكر فيها اسم برنابا الرسول في الكتاب المقدس؟ انت وقعت على وينك يا ابني ولا ما تعملش فيا كده يا ابني؟ طيب ها كان في الاتون؟ طب 14 ده تعادل. ايوه كان بي. طب عمل ايه في 14 14؟ ما قالوش ايه ده شات جي بي تي صح؟ طيب تفتكروا ساعة ما كان الرسل، انا بتهيألي ان هي كانت قبلها بشويه، تفتكروا ساعة ما كان الرسل ما ابتدوا يأسسوا الكنيسة كانوا قالوا ان في حد حط باع ارضه وحط كل الفلوس بتاعتها عند اقدام الرسل، وساعتها برنابا الرسول اخذ لقب اسمه ابن الوعظ؟ حد يفتكر القصة دي؟ سارق. طيب اللي انا عايز اقوله ويعني برنابا تسمح لي طبعا،
ان دي ما كانتش حاجة سهلة في الزمن دوت، ان برنابا الرسول كواحد يهودي مؤمن الارض دي كان ارث مقدس، ارث مقدس بمعنى ان هو ورثها من اهله وغالبا بيورثها لاجداده. فعاملين كده زي عندنا احنا لما يقول لك عواد باع ارضه، وعارفين ما ينفعش ان هو يفرط بيها كده بسهوله، دي حاجه دي ده غالبا دي ممكن يكون اهله مدفونين فيها وهو كان هيدفن فيها بعد كده، حاجه غاليه جدا، مش مجرد كقيمه ماديه لكن كقيمه اجتماعيه وكحاجه ثقافيه في الكالتشر بتاعتهم. بس الفكره ان برنابا يمكن كان عمره ما هيفكر ان هو هيبيع الارض ديت، بس هو جه في وقت وقرر بعد ما دخل في جسد الكنيسه وبقى وقبل المسيح بالمعموريه وحل عليه الروح القدس ولقى ان الكنيسه الاولى في احتياج ساعتها، فراح قرر ان هو يبيع الارض ويحطها ويحط فلوسها يعني تحت رجلين التلاميذ يعني. ويمكن انا اعتقد اني وصلح لي يعني يا برنابا ان يمكن يكون الرسل او يمكن هو ما كانش حابب ان حاجه زي كده تتحط في العلن، بس اعتقد ان الرسل علشان كده ادوا له لقب ابن الوعظ، حبوا ان هو يعني دوره يكون واضح بحيث ان هو يكون قدوه لبقيه الناس ويشجعهم على ان هم يبقوا في جسد الكنيسه. صلح لي من فضلك لو انا اخطات في شيء. لا تمام يا مايكل. احنا يا جماعه كنا بنشهد للمسيح في كل لحظه، وتكريسنا للخدمه كان بعملنا قبل كلامنا، وما كانش عندنا اي وقت للفهم الخاطئ. عشان كده يا انجي طبيعي انك انت تلاقي اختلافات في الخدمه بسبب تعدد الاراء، وده طبعا طبيعي تلاقيه في الخدمه. بس الاهم من كده انكم تثبتوا المبادئ اللي بتبنوا عليها اهدافكم، وهي ايه؟ علو اسم المسيح ووحده وترابط الكنيسه في المسيح. اوعوا اوعوا تخلوا الخلافات دي تاثر على المحبه اللي زرعها المسيح في قلوبكم. بس عن اذنك يا برنابا، كان في مشكله تانية يا بولس. انت بنفسك اتخانقت مع بطرس وكتبت عنها كمان في رساله غلاطيا، ولما وبخته عن نفاقه مع اليهود، صح؟ حقيقي ده كان خلاف كبير قوي. واي خلاف ده بدا مع بطرس الرسول، وانت كمان يا برنابا دخلت فيه. ده حقيقي، وقلت على بطرس ملوما، وقلت عليا منقاد للمرائين. شكرين يا بولس. كان لازم يا برنابا، كان لازم يكون لنا وقفة كبيرة. الخطر اللي كان جاي على الكنيسة وقتها كان خطر كبير. تعليم غلط بيشوه تدبير المسيح الخلاصي. معلش بس أنا أسفة أبني بقطعك، بس أنا مش عارفة الموضوع، ممكن تحكي لي هو إيه اللي حصل وليه الموقف الجامد ده قوي كده؟ أنا هحكي لك. بطرس لما راح أنطاكيا عمد ناس كتير من الأمم وكان بياكل معاه، لكن المسيحيين من اصل يهودي لما سمعوا بالحكايه راحوا ليعقوب زعلانين، عشان يعني ان اليهود وقتها ما كانوش بياكلوا مع الامم وكانوا بيعتبروها نجاسه. يعقوب الرسول بعت بعثه لانطاكيا عشان يتاكد من الامر ويراضي برضو اليهود المسيحيين من اصل يهودي. جه بطرس قدام البعثه دي وابتدى يأخر نفسه، ابتدى ما ياكلش مع الأمميين زي ما كان بياكل. يمكن يكون خاف، يمكن يكون خاف على اخواتنا ان هم يتعقدوا او الكرازة تقف. وكمان ليت اخويا برنابا مش معارض الموقف ده. بصراحة بصراحة انا خفت على اخواتنا من الأمم ان هم يعصروا بسبب تصرفات بطرس وبرنابا. هو ده كان سبب رد فعل الجامد. هو الصراحة لولا جهاد بولس ومحاربته للتهود كان ممكن المسيحية تنتهي انها تبقى مجرد طائفة يهودية. وده على فكرة مثال يأكد كلامي تاني، ان طبيعي يبقى فيه خلافات، بس المهم هي ايه الاسس والمبادئ اللي بنتعامل بيها في حل الخلافات ديت. يعني انت الخلاف بينك وبين بطرس ما استمرش بعد كده اطلاقا، ولا نبقى مرايين. والدليل برضه من رسالة الأهل كورنثوس، لأن كان فيه هناك أحزاب بتنادي أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا. ساعتها كان رد الروح القدس قوي من خلال رسالتي لما طلبتهم إن ما يكونش فيه هناك أي انقسامات في جسد المسيح.
طب يعني معقوله طالبهم بكده وانا وبطرس نكون متخاصمين؟ ده يبقى هو ده الرياء بعينه. كان ممكن خلافي مع بطرس يستمر لو احنا الاثنين حولنا الخلاف الى خلاف شخصي. انا فعلا ببقى صعب قوي عليا ان انا ما اخليش الخلاف يكون خلاف شخصي. يعني ايه لما تقول لبرنابة كان منقاد المرائين وما يزعلش منك؟ انا بالنسبه لي ده صعب قوي. زي ما قلت لك هدفنا الاساسي هو انتشار الكرازه وعلو اسم المسيح. ده اللي اتعلمناه من اعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان لما قال ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. تعرفين لو برنابة كان مهتم بشكله كمعلم عظيم ومدرب لبولس كان طبعا هيزعل، لكن برنابة الرسول الامين كان تركيزه كله منصب على حاجه واحده بس، جسد المسيح الواحد والغايه من الكرازه. انا اسفه يا بولس في اللي هقوله، بس يعني انا شايفه انك طبيعي انك تقول كده عشان انت اللي انتقدته. بس لو عكسنا الموضوع وجات لك يعني جالك اي حد ويعني احرجك قدام الناس ويعني كسفك كده، اعتقد ان رد فعلك هيكون مختلف خالص. انت عارفه يا انجل الموقف ده حصل معايا بالظبط في رحلتي التبشيريه الاخيره. اتسجنت في روما. ساعتها كان في مجموعه من اليهود اللي امنوا بالمسيح يعني حبوا يغزوني شويه، راحوا يكرزوا باسم المسيح بحماس اكتر بكتير، وعشان يغزوني اكتر ويضعفوا مكانتي بين الرسل. تفتكري لما عرفت وانا في السجن ايه اللي حصل وشعوري كان ايه وقتها؟ اكيد طبعا اتضايقت جدا. ده مش بعيد يكون وسط الناس دي ناس انت خدمتهم وعرفتهم بالمسيح. ابدا يا انجي، انا كنت فرحان جدا جدا ان اسم المسيح بينادى فيه بين كل الامم، زي ما كتبت بالظبط في رساله فيليبي، مش مهم مين اللي بيبشر. المشكله ان اوقات كبريائنا ممكن يشوش تفكيرنا وينسينا تركيزنا على الهدف الاساسي اللي هو علو اسم المسيح وسط الكنيسه. انا الصراحه مش عارفه اقول لك ايه. انت طبعا عندك حق، ياما كتير افكارنا وكبريائنا بتسحبنا جدا ناحيه ذواتنا من غير ما نحس ولا ندرك. طب معلش انا ممكن استاذنكم بس علشان احنا ما نتوهش، انا حابب ان احنا نلخص مع بعض النقط او يعني الزتونه كده بالبلدي اللي احنا اتكلمنا عليها. اول نقطه حضراتكم اتكلمتم عليها هو ان قياده الروح القدس، زي ما كان الروح القدس هو اللي بيقود الكنيسه الاولى، هو نفس الروح القدس اللي بيقود الكنيسه دلوقتي. وتاني نقطه هو ان الامتلاء من الروح القدس لا يعطل حريه الاراده، بمعنى ان الخلافات بتحصل وما احنا ما نقدرش ان احنا نوقف الخلافات لان كل واحد ليه حرية ارادته. لكن الهدف او الفكرة الاساسية هي تالت نقطة، المبادئ اللي بنتعامل بيها مع الخلاف. والمبادئ اللي حضراتكم كنتوا بتتعاملوا بيها في الكنيسة كان الغاية هي ان اسم المسيح ينتشر ويكرز بيه في كل مكان، والمبدأ هو رباط الصلح الكامل ووحدانية الجسد المسيح. واخر نقطة هي الكرازة باسم المسيح وحدانية الكنيسة في المسيح، دول هم المبادئ اللي فضلت الكنيسة الأولى ماشية بيها واللي الكنيسة المفروض تبقى ماشية بيها. صح كده؟ صح كده؟ طيب أنا الأول حابب جدا أشكر برنابة وبولس. على فكرة يا جماعة، على فكرة أنا آسف، ده ألبير وده بيتر. أنا ممكن تكونوا أنتوا اتخذتوا أو كده ومش واخدين بالكم، يعني ده ألبير وده بيتر، ودي انجي ودي انجي ودي ساندي، وهما الاثنين صحاب جدا على فكره. واي واوعى حد فيكم يفتكر ان دي حقيقه، ده هما يقعدوا جنب بعض دلوقتي. ونشكركم جدا. اللي عمله برنابا وبولس في القصه ان هما لخصوا لنا الفكر بتاع ازاي حياه الكنيسه وازاي كانوا بيتعاملوا مع الخلافات من خلال ثلاث خلافات مشهورين. اول خلاف اللي هو كان ما بين برنابا وبولس، وشفنا فيه ان جيفن ان هو كان الخلاف مش عقائدي لكن حاجه تنظيميه،
فهم worked out نظام بحيث ان يفضلوا يخدموا الهدف الاساسي. تاني حاجه شفنا خلاف لما كان في حاجه ممكن تشوه صوره المسيح او ممكن تاثر على الكرازه بصوره عقائديه زي ما حصل ما بين بطرس وبرنابا وبولس. شفنا ساعتها ان كان الموقف حاسم والكلام كان قوي جدا، والجدال دوت او الشرح والخلاف اللي دار ما بينهم والمناقشه تمت دون ان تؤثر على روح المحبه والرباط ما بين الرسل. وتالت خلاف شفناه اللي هو اللي شرحه بولس الرسول في رسالته لفليبي لما كان في السجن، وكان في ناس بتحاول ان هي تبشر عن غيظ يعني او عن حسد زي ما هو قال في الرساله، وهو قال ان دوت خلاف لم يهتم به اطلاقا، لاني زي ما يوحنا المعمدان معلمنا ينبغي ان هذا يزيد وانا انقص. طيب انا بقى دوري ايه ده؟ هل الكلام ده سؤال، هل الكلام ده يخص فقط الرسل او الخدام، او هل مثلا يخص الكهنه لان هم دول يعني الخلفاء او يعني من يخلفوا الرسل، ولا احنا لينا دور فيه؟ الحقيقه الكلام دوت لكل واحد فينا. ليه الكلام باللوجيك قوي؟ لاني الكنيسه ما هياش مجرد مبنى. الكنيسه هي اولا الكنيسه كانت المسيح على المسبح، والكنيسه هي جماعه المؤمنين، البيت اللي متجمع مع بعض، الكنيسه التي هي في بيتك. من اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطهم. فالكنيسه هي كل الجماعه دي بجميع انواعها. اللي انا عايز اقوله ان مهم جدا ان احنا نفهم ان الكنيسه قبل ما تكون مبنى، الكنيسه هي حضور المسيح في وسطنا. طيب بالنسبه للبيت المنقسم على ذاته، او بالنسبه للبيت اللي فيه انقسام، ده بيت روح الله بيفرق، فالبيت بيخرب. اوكي، لاحظوا ان احنا هنا مش بنقول، انا معلش احنا وعدنا الكلمه دي كتير، احنا مش بنقول هنا على البيت اللي لازم يكون ما فيهوش شد وجذب. لو في بيت ما فيهوش شد وجذب يبقى حاجه من الاثنين، يا اما فرد لغى شخصيه الفرد الثاني ومحاها تماما، يا اما في فرد ثاني قرر ان هو يبيع القضيه وعايش حياته بالطول والعرض وخلاص، رامي سكته او رامي طبط الموضوع دوت. فطبيعي ان لازم يكون شد وجذب، لكن المهم ان مع الشد والجذب ده هو في ان احنا بنحب بعض، ان احنا بنحترم بعض، ان احنا بنقدر بعض، ان احنا في غايه هي الاساس وفي مبدا بنتعامل بيه. طيب لكن طول ما فيش حب او ما فيش احترام او ما فيش تقدير او ما فيش ان احنا نسمع لبعض او ما فيش وجود ربنا في وسطنا، فاللي بيحصل البيت ده بيتشق، لانه فقد اهم صفه وهي صفه ان هو كنيسه او حضور الله فيه. طيب الخصومه او الانشقاق او الخصومه اللي احنا بنتكلم عليها دي، كنا بنتكلم سواء في بيت او سواء ما بين اعضاء الكنيسه، ده ضد مبدا الكنيسه، لان الكنيسه هي حاله انجماع في الله. معايا؟ حاله انجماع في الله يعني حضور الله، ان احنا تحت يد الله، ان احنا هي حاله الانجماع في الله دي. وعلشان كده طبعا، بس عشان بس نبقى واضحين، هو ده مش دعوه ليكم ان انتوا تروحوا البيت وتشدوا وتجذبوا، يعني احنا مش بنقول لكم روحوا تختلفوا، يعني مش ناقصه، احنا بس بنشرح الاساس وهو فكره حضور الله وازاي نتعامل مع الخلاف ده. عشان كده حضراتكم بتلاقوا دايما ان ابونا او في اي صلاه ليتورجيه في الكنيسه، اي صلاه ليتورجيه يعني جماعه، اي صلاه في الكنيسه، ان كان قداس، ان كان عشيه، ان كان باكر، ان كان عماد، ان كان جنازه، ان كانت فرح، ان كان اي حاجه، لازم هتلاقي ابونا في صلاه بنصليها اسمها اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. اجتماعاتنا مش بنتكلم زي ما قلنا، مش بنتكلم على اجتماعنا دوت، لكن بنتكلم على انجماعنا في المسيح. والكلمه دي قويه جدا في كتابات الاباء، دايما يقول لك سيناكسس اللي هي معناها ان احنا منجمعين في الله. وعلشان كده برضو اصرت الكنيسه، عشان كده حاطين صوره الاجبيه،
اني في باكر كل يوم الصبح لازم نصلي الرسالة بتاعة بولس الرسول من لأهل أفسس. حد عارف تبتدي بتقول إيه؟ أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلك ما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع قلب محتملين، وهتلاقوا في الآخر مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، مصرين إن دوت لازم نقوله كل يوم لأن هو ده القانون بتاعنا اللي احنا ماشيين بيه. وعلشان كده برضو هتلاقي ان الحاجة اللي تخليك انك انت لما بتحضر قداس بتلاقي ان كل الكنيسة بتتناول من قربانة واحدة اللي هي جسد واحد. وعلشان كده هتلاقي ان الحاجة اللي ممكن تخليك انك انت ما تتناولش انك انت تكون مش متصالح مع اخوك. لما مش هينفع تتناول لو في قلبك كراهية او بتزرع كراهية، لان زرع الخصومة مكرهة للرب زي ما قال سليمان الحكيم. طيب اللي انا عايز اقوله ان الكلمه اللي قالتها انجي وهي بتشرح وهي بتقول له سهل عليك يا بولس انك انت تقول كده لانك انت اللي بتنتقد. طب امال انت لو انا اللي بنتقد اعمل ايه؟ لو انا اللي حاسس ان انا حد جرى عليا او حد ظلمني، ان كان حد ظلمني في البيت، حد ظلمني في البيت، او حد مضايقني في الكنيسه، او حد مضايقني او ظالمني، مش عارف حصل موقف وحش من حد مش عارف مين، اعمل ايه انا في الموقف ده؟ مش انا اللي ان كان اللي اخوك عليك شيء، لا مش انا اللي ظالم حد، ده انا اللي مظلوم، اعمل ايه في حاجه زي كده؟ اللي عايز اقوله هو نفس الرد برضو اللي قاله بولس الرسول، ما اسهل ان كل واحد يقول انا هسيب البيت، انا هسيب الخدمه، انا هسيب الكنيسه، انا هغير. بس احنا الكنيسه ما بتقولناش كده. احنا بولس الرسول كان هو اول واحد حقه ان هو بجد يسيب الكنيسه الاولى ديت، يعني لان هو اكتر، احنا ما جبناش، احنا الخلافات اللي اتكلمنا عليها كان نفسنا نغطي خلافات اكتر، بس المشكله في الوقت للاسف، بس ما جبناش بقى سيره يعقوب الرسول، وما جبناش سيره حاجات كتير قوي حصلت لما قال لك ان كلهم سابوني ومشوا لا ألوم منهم أحدا. يعني هو شاف كتير، بس بولس نفسه هو علمنا أساس لما قال لك كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لعلي أغير أنسبائي وأخلص آخرين. بس اللي أنا عايز أقوله أن لو أنت يا غلبان يا مسكين انقلب عليك المجن زي ما بنقول كده، ولا في حد بسبب ضعف أخوك أو زميلك أو حد بيخدم في الكنيسة أو شريكك في الحياة أو وبسبب ضعف وقدر الشيطان يدخل ما بينكم أو بسبب سوء تفاهم أو اللي عايز أقول أول حاجة أعرف أني أول حد حاسس بيك ومدرك جدا اللي أنت حاسس بيه ومتألم معاك، ودي مش إبداع مننا، بس هو سيد المسيح نفسه، لأن هو قالك في ضيقهم تضايق، في كل ضيقه انا اسف في كل ضيقه تضايق، فهو اول حد هيحس بيك. بس النقطه الثانيه اللي انا عايز اقولها، ما ينفعش ان رد فعلك يكون اني انا همشي. طب امال انا اعمل ايه بعد ما هتصلي الموضوع دوت؟ نشوف الكتاب المقدس كان قال ايه. بس هو الايه دي اللي اتقالت في متى، قال لك ان اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، اتكلم مع الحد اللي مضايقك، ولو ما سمعش منك فانت هتجيب معاه شهدين، لو ما سمعش منك فاحنا هنجيب الكنيسة تشهد معانا، ولو ما سمعش منك هيبقى ساعتها زي الوثني والعشار. اللي انا عايز اقوله ان احنا علينا دور لو في حاجة مضايقانا ان احنا نفتح الباب ونتكلم. ولو سمحت لو انت على الصعيد الاخر لقيت حد جه واتكلم معاك، افتح قلبك انك انت تسمع الكلام دوت، وان يكون لهدف رباط الصلح الواحد. لما تروح تتكلم، بس طبعا يعني الكتاب لما قال الكلام دوت انت هتروح تتكلم للاخ ده مع اللي مضايقك او اللي مضايقاكي، مش علشان تفش غلك وتمشي. احنا هدف الكلام ان احنا يعني تبقى لهدف المصالح، لهدف رباط الصلح الواحد. واخر حاجه انا عايز اقولها، ان ممكن يكون بسبب كلامك لو هو حد مش واخد باله او هو مس اندرستاندينج او
ده ممكن يكون حلو، بس فعلا ممكن يكون حد بيعمل حاجه مضايقاك وانت مش داريانه وانت او حاجه غلط وهو مش واخد باله. اللي اختم بيه النهارده اني النهارده عيد الرسل طبعا بطرس وبولس، بس النهارده كمان عيد القديس مرقس بابا قديسه دميانا. ولو تعرف طبعا قصته ان هو لما بعد شويه عن الايمان وضعف راحت القديسه دميانا واتكلمت معاه وقالت له كلام ساعتها يعني عاتبته بينهم كده وما بين بعض، وبسبب كلامها هو رجع تاني للايمان. فانا بس يعني اكتشفت النهارده بالصدفه ان هو عيده، فقلت يعني تبقى رساله حلوه لينا. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكون سكتش لطيف، ويا رب تكونوا مصدقين ان انجي وساندي لسه بيحبوا بعض وهم اصحابه كل حاجه. الاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا مفاجاه جديده تانية. جيفن انتوا عارفين يوم الاحد في درس كتاب بيعملوا مجموعه خدام الساعه من 11 ل 12 عاملين، بيقول لك الاب بيقول ايه لابنه، وهم جايبين القديس بولس الرسول وهو بيقول ايه بقى للقديس تيموثاوس، كانه بقى اب بيقول لابنه الصريح في الايمان. احنا عملنا حاجه مختلفه تماما، احنا حبينا نعمل نفس الكلام بالظبط، بس هنشوف الشيطان بيقول ايه لابنه. فبس يعني معلش كل واحد وعليه متهم. اللي هنعمله ان شاء الله الاسبوع الجاي فكره جديده، ويا ريت شاركونا وتيجوا معانا، وهيكون معانا ابونا انتوني وهياخد معانا الموضوع دوت كده، ودي هتبقى ان شاء الله سلسله مواضيع يعني لان الدروس كتيره.